ابراهيم. كل دول. طب مولر النجم الالباني الالماني المتالق، هل شاف الاهلي في ارض الملعب امبارح خصم سهل ولا صعب؟ نشوف. توماس هاو ساتسفايد يو ار اند فور ذا ريزلت. ما مدى رضاكم عن هذه المباراه وهذه النتيجه؟ نحن مسرورون بالتاكيد بالوصول الى المباراه النهائيه. الاهلي هو مثل بايرن ميونخ في مصر، وهو فريق كبير ولديه جماهير كبيره ورائعه، والناس هنا في الملعب والجمهور كان ايجابي جدا، كان ممتع جدا ان نلعب هنا وان نصل الى النهائي، كان هذا هو الهدف الاهم بالنسبه لنا. وبالتاكيد هذا هو الهدف الكبير، هو ان نفوز بهذا اللقب كي نحقق سداسيه في موسم واحد ويكون ذلك رائعا. هل كان الاهلي صعب المباراه على البايرن؟ اعتقد اننا كنا افضل، ربما كان علينا ان نسجل الهدف الثاني مبكرا، ولكن في نهايه المطاف اعتقد اننا كان لنا ظروف افضل وقوه اكبر على ارضيه الميدان. ربما اخر 15 دقيقة سيطرنا على معظم أطوار المباراة، أعتقد أننا استحققنا الفوز بالمباراة، ولكن الأهلي كان خصما جيدا جدا. مولر لاعب الفريق وهدافه الكبير جدا، اللي هو يعني أعرق وأقدم من ليفاندوفسكي. لما جه الراجل ليفاندوفسكي ده يعني سحب البساط شوية منه، لكن مهاجم له رأيه. طيب هو لما عندما تحدث عن الأداء وهو بقى يعني لاعب، قال ايه؟ قال فوزنا، فرحان بالفوز، ولكن الاهلي اتعبنا، والاهلي فريق محترم جدا ويقدر النادي الاهلي.